الله أوقاتكم، الله يعطيكم العافية. رح نتحدث اليوم عن موضوع مهم جدا وهو ألعاب الطيور. المتعارف عليه لدى الناس جميعا أنه ألعاب الطيور هي أشياء كمالية أو تستعمل للزينة وزينة الأقفاص، وهذا يعتبر من الأخطاء الشائعة جدا. ألعاب الطيور تعتبر أشياء أساسية وضرورية جدا، وبدون استخدام ألعاب الطيور راح نعرض طيورنا لمخاطرة، وراح نعرض طيورنا لأمراض نفسية وعصبية وعدوانية وأشياء كثير ممكن إنه إحنا نتجنبها ونعمل وقاية منها من خلال موضوع استخدام الألعاب الصحيحة. بداية في موضوع ألعاب الطيور حابب أتحدث عن إنه الميل إلى اللعب هو جزء من السلوكيات المهمة بحياة أي طائر، وقد أثبتت الدراسات والعلماء من خلال الاستكشاف بأنه بحث الطائر وميل الطائر إلى اللعب يعتبر بالمرتبة الثانية مباشرة بعد البحث عن الطعام. فقد لاحظ العلماء أن الطيور تقوم بتقشير لحاء الأشجار، لاحظوا بأنها تقوم بالتنقل من غصن إلى غصن. كل هذه الأمور اللي تعتبر نوع من أنواع اللعب شوهدت وتم تسجيلها علميا كنمط سلوكي أساسي في حياة الطائر. إحنا كلنا بنعرف بأنه عملية اللعب أساساً لا تتوقف على اللعب فقط والتسلية والترفيه، إنما هي تعتبر أيضاً عملية تعليمية مهمة. ممكن إحنا نعلم الطائر من خلال الألعاب ومجموعة الألعاب المختلفة على التعرف على الملمس، التعرف على الأشكال، التعرف على الألوان. وقد أثبتت الطيور براعة وقدرة وذكاء عالي في موضوع يتعلق بقدرتها على تمييز الأشكال والألوان والأمور اللي ممكن إحنا نعمل لها تعليم مستمر وتطوير لمستوى الذكاء. أيضاً يعني إحنا بنعرف إن الطيور يعني توفر متنفس للعدوانية وتقدم فرصة عظيمة لتفريغ الطاقة، بحيث إنه هي تعتبر جزء أيضاً من الإكسرسايز والتمرين الرياضي، لأنه أكثر ما نخشى على طيورنا وهي متواجدة بالأقفاص موضوع السمنة، لأن الطيور عم تأكل وما بتفرغ نهائياً ولا بتقوم بأي عملية رياضية، وبالتالي هذا الكلام ممكن يعمل من زيادة الدهون داخل أجسام الطيور وبالتالي السمنة المفرطة، وبالتالي إحنا ما بنعمل للأسف بالعالم العربي مراقبة لوزن الطائر ومراقبة الوزن وهل الوزن بيزيد أو لا. فموضوع اللعب الأكتيفيشن واللي ممكن تعمل أو تخلق نوع من عملية التمرين والإكسرسايز الرياضي راح يكون لها برضو فوائد عظيمة من هاي الناحية. أيضا يساعد اللعب بشكل عام على تعزيز الصحة العقلية، ويعطي الطائر ما نسميه يعني إحنا بالعلم اللي هو الإحساس بالاستقلالية. الطيور اللي بتمتلك تشكيلة كبيرة من الألعاب ومتنوعة أظهرت الدراسات إنه في عليها سلوك عدواني أقل وسلوك سلبي أقل، معالجة مشاكل الصراخ المفرط، معالجة مشاكل نتف الريش، معالجة مشاكل المتعلقة بالعض العدوانية. كل هاي المشاكل تقوم الألعاب بحل جذري، وقد أثبت العلماء بأن الطيور إجمالاً إذا تم تقديم الألعاب لها سوف يتم انخفاض يعني موضوع العدوانية والسلوكيات السلبية بشكل كبير. الطيور بشكل عام أو الألعاب عفواً بشكل عام تعطينا فرصة للتعرف على شخصية الطائر، تعطينا فرصة لتخفيف الضغط النفسي والملل داخل القفص، هي فرصة عظيمة للخروج من الاكتئاب والحزن وحالات القلق والتوتر اللي بيعاني منها الطائر، بالإضافة لأنه ممارسة الرياضة والتمارين الرياضية وهي وسيلة للتسلية ووسيلة للترفيه، بالإضافة لأنه تعتبر من أفضل ومن أنجح الأساليب للوقاية من مشكلة نتف الريش اللي هي بنعتبرها كلنا من المشاكل السلوكية المعقدة. عادة ممكن ناس يقولوا إنه إحنا بنحط ألعاب للطيور، ممكن اللعبة اللي إحنا بنستخدمها يخاف منها الطائر، وضع طبيعي جدا لا داعي للقلق. أي طائر أنت بتقدم له لعبة راح يكون متوتر خايف من هاي اللعبة، بفكر إنه هاي اللعبة بتعمل تهديد لحياته، وبالتالي مزيد من الصبر مزيد من الوقت راح نلاقي إنه الطائر أصبح انسجامه مع اللعبة بشكل كبير جدا. إضافة إلى إنه موضوع اختيار الألعاب برضو موضوع يجب أن نكون على حذر، في ألعاب غير صحية، في ألعاب غير سليمة، في ألعاب غير علمية، في ألعاب ممكن تشكل خطر على الطيور. لذلك ننصح دائما بشراء الألعاب من متجر خاص بالطيور ومن أشخاص متخصصين بهذا المجال.
الحمد لله تم الحمد لله استطعنا ان نقوم باختيار مجموعه متميزه من الالعاب الضروريه واللي تؤدي وظائف التمارين الرياضيه ووظائف الذكاء ووظائف التحفيز العقلي وعده وظائف متنوعه. نتمنى انه تنال اعجابكم وتشرفونا بزياره الى متجرنا ووتر سلاجر بيتشوب. كل التحيه لكم واسعد الله طلوعكم.